السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وتكونوا بخير. مرحبا بكم معايا في لاكويزين دي ديليس توجور. نرحبوا بلي زابوني جدد، نقول لكم الف مرحبا بكم. الوغ اليوم كيما راكم تشوفوا حنبارطاجي معكم ان شاء الله دو غوسيت. بالنسبه لا بروميير غوسيت راح نشارك معكم طريقتي كيفاش ندير لا سوب دو بوتيرون حساء تاع الكابويا. فريمون يجي ما شاء الله بزاف بنين ويجي تانيك فيتاميني. وبالنسبه لا دوزيام غوسيت شاركت معكم تانيك دي سوفلي، حنديرهم بأون بات بزاف خفيفة، يجو بزاف بنان ويجو تانيك بريزونتابل. هكذا بلا ما نطول عليكم نروحو نشوفو كيف كيف لي زانغريديون و لا بريباراسيون تاع لي دو غوسيت تاع اليوم. بسم الله نبداو بلي زانغريديون تاع لاسوب. عندي هنايا اون كونتيتي تاع لي بوتيرون ولا تاع الكابويا، نقيتها نحيت لها القشرة تاعها، غسلتها مليح وقسمتها هكذا بهذا الشكل. هنايا نحتاجو حبيبة بطاطا كيف كيف قسمتها دي بتي مورسو. عندي حبة تاع البصل تاني قسمتها بشكل صغير. هنايا عندي 3 كوس داي، 3 سنينات تاع الثوم. هنايا عندي مغرفة كبيرة تاع ماكلة تاع الزبدة، وهنايا عندي حوالي 3 مغارف كبار تاع ماكلة تاع الزيت. هنايا عندي تاني وريقة تاع الرند. لي بور لي زيبيس استعملت انايا ملح، فلفل كحل، فلفل عكري، وشوية برك على راس المغرفة الكركم. هنايا اون كومونس لا بريباراسيون. جبت انايا لا مارميت ديالي، حندير عليها هذيك مغرفة كبيرة تاع ماكلة تاع الزبدة، ونزيد نضيف عليها هادوك 3 مغارف تاع ماكله تاع الزيت. الزبده تجي بزاف بنينه في لي سوب. فوالا انا توجور لي سوب تاعي ندير لهم زيت وزبده. هنايا بعد ما داب لي هذاك لو بور ديالي، بعد ما دابت لي الزبده، راني رايحه نبدا نحط لي ليجيوم. هنايا نحط هذيك الكابويا، نزيد عليها هذيك الحبيبه تاع البصل، نزيد ثاني البطاطا نديرهم كامل على ضربه. فوالا نزيد هذوك 3 سنينات تحتهم. هنايا راني نقلب بيان في هاد لي ليغوم ديالي باش يشربوا لي كامل هذيك البنه تاع الزبده، او ميم طون ثاني كيتلقوا لي كامل هذوك الماء تاعهم على بالنا بلي الكابويا معمره بالماء. فوالا سيو نتوما ما تكثروش بزاف البطاطا وما تكثروش ثاني البصل. انا استعملت حبه صغيره برك. خلو توجور لا كونتيتي تاع الكابويا تغلب لا كونتيتي تاع لي ليغوم الاخرين. فوالا هنايا بعد ما تقلاو لي بيان هادوك لي ليجيم تاعي ودبالو تاعني كمام هذاك الماء تاع الكابويا تاع البصل اللي تو خرج كامل. فوالا هنايا راني رايحه نضيف عليهم هذيك الوريقه تاع الرند، ونزيد تاني لي زيبيس. انا كيما قلت لكم لي زيبيس هذا واش استعملت، نتوما تقدروا تستعملوا لي بيس اللي حبيتو على حسب لو كو تاعكم. فوالا انا نديرها غير بهاد لي زيبيس اللي ذكرتهم لكم وتجيني بزاف بنينه ما شاء الله. فوالا توجور نقلو بيان هاد لي ليجيم تاعنا باش يشربوا كامل البنه تاع لي زيبيس. En tout cas, c'est la saison tel le kabouya, tel les potirons. Mais le wahdi profiter منها. Il y a بزاف بزاف les vitamines. D'ailleurs, met quoi la fopar an karim. Voilà, tu peux ديروا بها بزاف les recettes, كاين بزاف les recettes بالكابويا. Déjà راني خدمت معكم une recette في الديبي كيف تحت لاشين، درت لكم المعجون تاع الكابويا. اللي راهي انتريسي نخلي لها la recette في la barre d'info. Voilà. انا في لا سيزون تاع لي بوتيرون ولا في الموسم تاع الكابويا ما نحبش كامل نعطيها، نحب نشريها ونطيب بها، ندير بها دي كونفيتور كيما قلت لكم، ندير بها معجون، ندير بها هكذا دي سوب دي فلوتي، ندير بها ثاني لا بريوش. تجي بزاف بنينه لا بريوش بالكابويا، بالك اللي ما يعرفوهاش بصح تجي فريمون ما شاء الله. ندير بها ثاني خبز الدار بلو غو تاع الكابويا، سي تري تري بون. اون ميم طون سي ريش اون فيتامين. نديرها ثاني ميم دي جو، تجي بزاف بنينه وتجي ثاني ما شاء الله. فوالا ان شاء الله تشروها وتجربوا بها لي غوسيت. كما قلت لكم تجي بزاف مغذيه سورتو للدراري الصغار ومام لينا حنايا الكبار، دونك ا نو با غاتي. هنايا راني بديت نمرق في لاسوب تاعي، كما نقول لكم توجور مرقوا بالماء سخون باش ما نستوبيوش لا كويسون. وهاد لاسوب تاع الكابويا ما تحتاج انكم تعمروها بزاف بالماء. فوالا ديجا الكابويا راه رايحه تتلقنا الماء، ديجا هي ما فيها والو معمره غير بالماء. الوغ ما ديروش بزاف الماء في لاسوب تاعكم، جوست غير تتغطى. فوالا تحبسوا. فوالا شوفوا ا بيبخي لا كونتيتي تاع الماء اللي درتها، ماشي بزاف باش ما تجيناش بزاف جاريه لاسوب تاعنا. ديجا هاد الكابويا دوكا كي راهي رايحه طيب حتتلق لنا كامل الماء اللي فيها. فوالا نغطيناها على لاسوب تاعي ونخليها طيب. الوغ هنايا هانيك لاسوب ديالي بعد ما طابت. فوالا شوفوا هذيك الكابويا كيفاش تلقت لنا كامل هذاك الماء تاعها، وكيفاش مام تانيك تحرحرت. فوالا طابت لنا بيان بيان سور، نحيت لها هذيك الوريقه تاع الرند. وهنايا راني رايحه نبدا نميكسي لاسوب تاعي. بسم الله
بعد ما ميكسيتها اون ديرنيير راني رايحه نزيد لها اون بواط تاع فرماج ريجيم. فوالا اللي حبيت دير فرماج بلون تانيك تقدر دير. انا نقول لكم ديروا هاد الفرماج ريجيم فوالا حيعطيكم نتيجه هايله. لا سوب تاعكم حتجي بزاف بنينه و ميم طون حتكون تانيك كريموز. فوالا جربوا لي سوب تاعكم بهاد لو فرماج ورجعوا لي الخبر. واللي ما عندهاش بيان سور كيما قلت لكم تقدر تعوضوا بفرماج بلون. هنايا نعاود نميكسيها جوست باش هاد لو فرماج يتحرحر بيان. الصوص تاعي راهي واجده نغطي عليها ونروح نشوفوا لا دوزيام غوسيت. ندوزو هنايا لا دوزيام غوسيت. كيما قلت لكم انا حندير معكم ان شاء الله دي سوفلي. الوغ بسم الله نبداو بلي زانغريديون تاع لاباط. عندي هنايا زوج كيسان تاع حليب دافي، عندي نص كاس تاع الزيت، عندي هنايا دو بلون داف، زوج بياض تاع ولاد الدجاج، عندي هنايا مغرفه كبيره تاع ماكله تاع خميره الخبز، عندي مغرفه كبيره تاع ماكله تاع الملح، وهنايا عندي زوج مغارف صغار هذوك تاع القهوه كويارا كافي تاع خميره الحلوه تاع لا ليفيغ شيميك. وبيان سور هنايا عندي فارينه حسب الحاجه. ان شاء الله اون ديرني كي نبدا نطم لاباتير نقول لكم شحال استهلكت سوا سوا لا فارين. وبالنسبه للكاس لي راني مكيله به الحليب والزيت لازم يكون كاس من نفس الحجم، نتوما استخدموا بالكيلة اللي حبيتو. الوغ بسم الله نبداو لا بريباراسيون. هنايا في ان ريسيبيون ندير هادوك زوج كيسان تاع حليب دافي، ما ديروش بزاف سخون، ديروه دافي برك. نزيد عليه هذيك مغرفه كبيره تاع ماكله تاع خميره الخبز، نزيد تانيك هذيك زوج مغارف اللي قلت لكم تاع لا ليفيغ شيميك خميره الحلوه، نزيدو تانيك هذاك النص كاس تاع الزيت. هاد لاباط حتجيكم ما شاء الله بزاف خفيفه، انا نديرها شتا وصيف فوالا باسكو بزاف ناجحه نعتمدها بزاف. فوالا هنايا نزيد عليهم كاس تاع الفارينه. فوالا في لا بروميير ايتاب نديرو كاس واحد برك. نبداو نخلطو كامل هاد لي زانغريديون تاعنا بلو فوي. فوالا ما ديروش كامل لا كونتيتي تاع لا فارين كيما قلت لكم، كاس برك في البيبي. الكاس اللي كيلت به الحليب والزيت نفسو اللي كيلت به لا فارين. فوالا نخلطوهم بيان بلو فوي، نغطوهم ونخلوهم يروبوزي ولا نخلوهم يخمرو مده 10 دقائق. هنايا بعد ما روبوزاو هاد لي زانغريديون تاعي مده 10 دقائق راني حنزيد لهم لا سويت تاع لي زانغريديون. هنايا نزيد لهم هادوك زوج بلون دوف بياض ولاد الدجاج، هنايا نزيدو مغرفه كبيره تاع ماكله تاع الملح. فوالا توجور نحركوهم غير بلو فوي. الا حبيت تخدم بالبيتران تقدر تخدم بالبيتران، سينون غير هكذا بيدكم برك. تمتم توجدوهم بزاف ساهلين وما ياخذوش كامل الوقت. فوالا هنايا راني خلطتهم بيان، سجموا لي كامل هاد لي زانغريديون. هنايا نبدا نزيد في لا فارين ديالي غير بالعقل، ما نديروش كميات كبار. وبيان سور لا فارين تاعي راهي مغربله، توجور غربلوها باش تحصلوا على نتيجه مليحه. ونكملوا نخدموا غير بلو فوي حتى تحصلوا على عجينه تكون طريه وتكون تانيك خفيفه. الوغ هنايا هذيك لاباط ديالي بعد ما طميتها استهلكت لي 6 كيسان ونص تاع فارينه بلس هذاك الكاس الاولاني اللي خلطناه مع الحليب والخميره والزيت ايتو. سما اون توي بورتو استهلكت لي 6 كيسان ونص تاع لا فارين. نتوما سا ديبون على حساب لا فارين تاعكم تشرب الا ما تشربش، على حساب تانيك الكيله اللي تكيلو بها الحليب والزيت، سا ديبون كل وحده كيفاش تجيها. انايا هنايا بدلت لها لو ريسيبيون، دهنتو بشويه زيت. فوالا راني رايحه نخليها تروبوزي وتخمر، نوريكم كيفاش جات. شوفوا شحال جات طريه. فوالا خلوها هكذا طريه، ما تيبسوهاش بزاف اون ميم طون ما تخلوهاش تانيك تلصق في اليد. شوفوا ماشي كيما تاع البريوش ماهيش تلصق كامل في يدي. فوالا انايا هنايا راني رايحه نغطيها بان بابي فيلم، زيد نغطيها بان تورشون بروبر ونخليها تريح. الوغ هنايا راني نوجد في لافارس تاع لي سوفلي كيما راكم تشوفوا معايا في مقله. درت حبيبه بصل قطعتها بشكل صغير وراني ندبل فيها ولا نقلي فيها غير بقطيره تاع الزيت. فوالا هنايا بعد ما دبلت لي راني رايحه نزيد عليها اون كونتيتي تاع لا فيون داشي. انايا اليوم حبيت نديرهم بلا فيون داشي، نتوما ديروا بالشي اللي متوفر معاكم. تحبوا ديروا بلا فيون داشي، تحبوا ديروا بلو بولي اشي، تحبوا ديروهم ثاني غير بالخضره، تحبوا ديروهم مرقاز طون، كل واحد على حسابه واش عنده في الدار. فوالا تقدروا ما نديروهم غير بلا صوص طوماط والزيتون ويجوكم بزاف بنان. فوالا نفتح كامل هاد لا فيون داشي ديالي. هنايا فهاد لي طاف راني حنزيد عليه شويه زيت ونخضر يفيلي. فوالا نتوما هادشي لي راني ندير فيه هنايا ولا هاد لافاس لي راني ندير فيها سي فاكولتاتيف،
كل واحد يدير حاجه اللي يقدر عليها ولا اللي متوفره معاه، هذه حاجه اختياريه. فلا هنايا نديرهم شويه في الفلفل لا سيزونمون تاع هاد لافارس، نزيد عليها شويه ملح، نقدروا ما نزيدو ثاني شويه معدنوس يجي بزاف بنينه، يعني الوالفه نديرو بالمعدنوس بصح اليوم واش متوفر معايا. فلا غير شويه ما نكثروش بزاف. فلا هنايا نخلط كامل هاد لافارس تاعي باش تشرب لي كامل البنه تاع لي زيبيس هكذا. هنايا لافارس تاعي راهي واجده اون ديرني، راني رايحه نزيد عليها زوج حبيبات ولا دجاج، نفقس عليها زوج حبيبات ولا دجاج على نخلطوها كامل باش يطيبوا لنا هاد لي زو تاعنا. تجيكم شغل لافارس تاع البوراك ولا ابل بري شويه شويه تشبه لافارس تاع الشفاتي تونيزيا. فوالا حتجيكم بزاف بنان هاد لي سوفلي مع هاد لافارس، تجي ما شاء الله. وانتوما ديروا لافارس لي موالفينها ولا لافارس لي تحبوها. فوالا هنايا لافارس تاعنا راهي واجده. هنايا هانيك لاباط ديالي بعد ما روبوزات وخمرت مليح، راني رايحه نديغازيها نفورميها دي بول صغار ونرجع معاكم. الو هنايا هانيك لاباط ديالي بعد ما فاصونيتها درتها دي بتيت بول، درتهم كامل من نفس الحجم. نتوما الا حبيتو توزنوهم وزنوهم، انا لي سوفلي تاعي راح نديرهم شويه كبار. فوالا لا بها درتهم هاد لا ديمونسيون. هنايا عندي هذيك لافارس تاع لا فيون داشي اللي خدمتها معاكم، هنايا عندي شويه فرماج غافي، وهنايا وجدت اون صوص طوماط، درت حبيبه طوماطيش كبيره، درت لها حبيبه بصل صغيره تانيك، شويه ملح، شويه فلفل كحل، فلفل عكري، شويه زيت، قليتهم مليح، درت لهم تانيك شويه زعتر، كي طابت ميكسيتها. على بالي بلي تعرفوا كامل ديروا اون صوص طوماط. هنايا راني رايحه نبدا نشكل لي سوفلي تاعي. فوالا في لو بلون دو طرافاي تاعي رشيت غير شويه فارينه، فوالا ماشي بزاف، ما تكثروش باش ما تيبسلكمش لاباط تاعكم. نبسطها شويه بيدي، وهنايا راني رايحه نحلها بالحليول، ما تحلوهاش بزاف رقيقه رقيقه سينو يبسولكم، وتانيك ما تحلوهاش بزاف خشينه باش ما يجوكمش معجنين. السوفلي تاعنا لازم يجينا فارغ من الداخل. فوالا نحلوها بيان. بالنسبه لا ديمونسيون تحبوا ديروهم صغار تحبوا ديروهم كبار، كل واحد كيفاش يحب السوفلي ديالو. فوالا حلوها بيان. فوالا هنايا بعد ما حليتها راني رايحه نبدا ندير لها فلافارس. لا بروميير دي شوز نديرو لها لا صوص طوماط، على نمشوها مليح باش السوفلي تاعنا ما يجيناش ناشف من الداخل. كي ديروا لهم لا صوص طوماط حيجوكم بزاف بنان. ولي ما حبتش دير صلصه الطماطم ولا لا صوص طوماط تقدر تانيك تعوضها بفخوماج بلون، كيف كيف حيجيكم بزاف بنان. انا نمشوها مليح باش السوفلي تاعنا كيما قلت لكم ما يجيناش ناشف، و ميم طون ما تلحقوهاش حتى لي زيكستريميتي باش ما يخرج لكمش في الفوغ. فوالا هنايا نزيد هذيك لافارس اللي خدمناها كيف كيف، كيما قلت لكم تقدروا تستعملوا نيمبورت كال فارس متوفره معاكم. فوالا مع هاد ليامات تاع البرد هذا واش يليق، نحبو توجور نديرو دي سوب بصح لازم توجور نرافقوهم مع كاش حاجه. فوالا دي سوفلي، دي ميني بيتزا، دي كيش، اي حاجه قدرنا عليها. والحمد لله على خير ربي والحمد لله على النعم. الانسان توجور كي ياكل ولا كي يدفي كريشتو يحمد ربي سبحانه، ويتفكر تاني خاوتو مساكن لي ما عندهمش لقمه العيش، ربي ان شاء الله يجبر بخاطرهم وربي سبحانه ان شاء الله يدير لهم التاويل. الو هنايا راني ندير شويه فرماج غافي، انا خيرت فرماج غابي، نتوما ديروا فرماج اللي حبيتو، تقدروا ميم ديروا دي فرماج بلون. فوالا نمشي كامل هاد لافارس تاعي هكذا، ونغلقوا لي سوفلي تاعنا، نمشوهم شويه، نحطوا هاد لافارس. انا راني نوجد فلاشه وراني ندير معاكم لا فيديو، فريمون شتا راهي خيط مسما ما شاء الله خير ربي. فوالا هنايا راني نزير فيهم بلا فورشات هكذا باش ما تخرجليش لافارس. عاود نزير عليهم اون دوزيام فوا. انا يا اليوم حبيت ندير هاد لي سوفلي غير بيدي، ما حبيتش نستعمل لومبورت بياس تاع لي سوفلي، ما حبيتش ندير الطابع. وانتوما اللي حبيت تستعمل الطابع تقدر تستعملو. هنايا جبت هاد لا غولات تاع لا بيتزا، نحي لهم الزياده. فوالا سي جوست باش نتحصلوا على حبه بيان فيني هكذا باش الشكل تاعهم يكون شباب. فوالا حنا تحصلنا على حبيبه سوفلي، نكملهم كامل بلا ميم فاصون اي لا ميم مانيير ونرجع معاكم.
الوغ ملي هنايا لي سوفلي ديالي بعد ما كملت شكلتهم كامل جي با ديجوني ان جون ديف ضربت صفار تحبيبه ولاد الجاج دهنتهم كامل بلو بانسو كيما راكم تشوفوا درت لهم تاني اون ديكوراسيون خفيفه غير بلي غران دو بافو غير بودور الخشخاش نتوما تقدروا تعوضوهم بسانوج سينو تقدروا ديروا مام جلجلان حبيبات زيتون كوم تقدروا تخلوهم سامبل كل واحد يدير شي لي متواجد معاه. Bien sûr, j'ai préchauffé mon four à l'avance à la 160 درجه راني راح ندخلهم يطيبوا وكي نشوفهم حمارولين من تحت من داك نقلبهم نشعلهم الفوق جوست باش يتحمروا ويدوا لنا هذاك اللون الذهبي شباب. الوغ ندخلهم يطيبوا ونتلاقاو ان شاء الله في لو بلا دو دريساج باش نشوفوا لو دو ريسيت تاع اليوم. الوغ هم ليك لي دو ريسيت ديالنا بعد ما وجدوا فريمون جاوا ما شاء الله كيما راكم تشوفوا فيهم. هذه بالنسبه لا بروميير ريسيت اللي خدمناها كيف كيف اللي كانت لا سوب تاع الكابويا. فوالا نوريكم من قريب كيفاش جاتنا تجي ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله تجربوها تنال اعجابكم وتشاركوني ميم تطبيقاتكم. وهذه ثانيك بالنسبه لا دوزيام ريسيت اللي كانت دي سوفلي كيما شفتوا معايا خدمناهم بطريقه بزاف سهله لا بات تاعهم بزاف ناجحه. فوالا هنايا نوريكم لا تيكستور تاع لا سوب تاعنا كيفاش جات. بسم الله شوفوا كيفاش جات فريمون ما شاء الله جات كريموز هايله كيما شفتوا معايا لا بريباراسيون تاعها بزاف سهله تم توجد وفايده تاعها كبيره. شوفوا كيفاش تجي ما شاء الله بزاف بزاف بنينه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتخلوا لي رايكم في لي كومونتير. وهذه بالنسبه لي سوفلي نشوفوا كيفاش جاونا تانيك. فوالا شوفوا كيفاش طابوا ما شاء الله محمرين كامل على وجه واحد. فوالا زيد نوري لكم حبيبه نشوفوا كيفاش جات وتانيك بزاف خفاف لا اون ديغي ريشه. شوفوا طيبهم كيفاش ما شاء الله. نقسم معكم حبه نشوفوهم كيفاش جاونا من الداخل. بسم الله مازالهم سخونين. فوالا فريمون شوفوا كيفاش فارغين. شوفوا الفيد الداخل كيفاش جاي ما شاء الله ماشي معجنين كامل بزاف ناجحين. هاد لاباط بزاف ناجحه نتمنى ان شاء الله تولوا تعتمدوها. شوفوا كيفاش جاونا من الداخل لا فارس مع لاباط بيان سيباري بزاف فارغين خفاف وتانيك ناجحين كما قلت لكم راهم شويه سخونين. فوالا نزيد نوري لكم لا مواتي الاخرى شوفوا كيفاش يجوا ما شاء الله مع ديك لا فارس والفرماج كيدوب من الداخل فريمون سي تري بون. هنايا كون وصلنا لافان تاع لا فيديو تاع اليوم. نتمنى ان شاء الله لي دو ريسيت يكونوا نالوا اعجابكم. الا جربتوهم ونجحتوا فيهم ما تنساوش تشاركوني لو روتور تاعكم ولا التطبيقات ديالكم. راني رايح نخلي لكم لو جروب فيسبوك ولا باج انستغرام في لا بار دانفو في صندوق الوصف. اللي ما تعرفش لا بار دانفو ولا صندوق الوصف سي جوست تكليكي سور لو تيتر على العنوان تاع لا فيديو راه راح يخرجوا لها كامل لي رونسانيومون تاع لي ريزو سوسيو ويخرجوا لها ثاني كمان لي زانغريديون. الوغ نقولكم خلو لي جام خلو لي كومونتير وما تنساوش تانيك ان بارطاج ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع غسالة جديدة. مع السلامة.